السلام عليكم، معكم الأخ عبد الرحمن دكير. غادي نشرحوا الآن فريز فيرب بوت بويد. أوكي، المثال باش هذا I will not put up with your bad behavior any longer. دونك هنا تيبان لكم بأن المعنى I will not put up with your bad behavior. Bad behavior هو التصرف السيء any longer. صافي على الإطلاق، يعني ما غاديش نبقى put up with، يعني جات من tolerance. أوكي، ما غاديش نسامحك، ما غاديش نبقى نسامح هاد التصرف ديالك السيء من بعد اليوم أو من بعد هاد اللحظة. أوكي، any longer I will not put up with your bad behavior any longer. نعقلوا على هذا المثال باش نعقل بأن put up with هي تسامح. أوكي، التسامح اللي هي tolerance أو bear. Tolerate أو bear. أوكي، I will not put up with your bad behavior any longer. يعني ما غاديش نبقى نسامح مع التصرف السيء ديالك. دونك نتمنى بأن المعنى والمثال عجبكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله، والسلام عليكم.